نرجع تاني ونكمل حديثنا مع كابتن طارق مصطفى ونشوف طريقة لعب الراجل ايه بقى. هو الراجل اول ما جه 4-3-3 تمام صريحة، بس 4-3-3 لما تيجي تلعبها ليها مقومات. بس هو ما بيلعبش 4-3-3، هو بيلعب 4-3-6-2-1 أربعة إيه؟ تاني؟ 6-8 هو بيلعب 6-8 في الثلاثة اللي في النص. ماشي، ما هو تلاتة بيلعب 4 6-2-8 3 في النص 6-8 وبيلعب 2-1. لا 2-1 دي يا كابتن سيف، لما يكونوا الاثنين اللي تحت الواحد اللي هو راس الحربة صناع لعب. ما هو كابتن هو دلوقتي هيلعب بإيه؟ ما هو يعني هو لما كان بيلعب مثلا بيلعب مثلا مروان بيلعب إيه؟ كويس، كان بيلعب مروان قدام في البوكس راس حربة. لما كان بيلعب محمد شريف بيلعبوا إيه؟ تحت طرف. ايوه شمال. لما كان بيلعب زيزو او مصطفى فتحي بيلعبوا ايه؟ يمين. فهي هو بيلعب زيزو في الثلاثه في الثمانيه، دي في ماتش ثاني. دي ماتش ثاني، فهو بيلعب يعني احنا كنا بنلعب 4-2-3-1 الفلات بتاعتنا. ولما كنا في مباريات مثلا جينا مثلا جزر القمر مثلا دخلنا صلاح جوه راس حربه ولعبنا مصطفى فتحي تغييره في التغييرات، فقلبنا الطريقه ل 4 ايه؟ 4-4-2. هو بيلعب 4-3-3 ليها مقومات مختلفة خالص. اللعيب رقم 8 في مصر مش موجود كتير. اللعيب اللي بيلعب رقم 8 في مصر مش موجود كتير. أنا بشوف من وجهة نظري في حد هو ما اختاروش. لو أنا عايز ألعب بالطريقة دي في لعيبة معينة أنا هختارها. هو مختار في اللعيبة دي زيزو ممكن يعملها. إمام عاشور ممكن يعملها. لا عبد الله ما يعملهاش. وقفشة ما يعملهاش. ما عبد الله هيلعب فين في الاثنين؟ انا هقول لك. لا ما انا هقول لك يلعب ايه وهيلعب تشكيل ايه. لما تيجي تختار 8 لا اختار محمد ابراهيم. لما تيجي تختار 8 اختار محمد هلال. هو ده اللعيب رقم 8 اللي هو اوباما. بس هو ما عندوش 8 يا كابتن، ما بيلعبش بلاي ميكر. هي مش بليم، هو بيلعب 6-2-8 هو ما بيلعبش 10، هو بيلعب بيفتحهم، بيلعبوا مع الطرفين. لا مش على الطرفين، هما بيلعبوا في نص الملعب من جوه. يعني هو بيلعب ستة. بيلعب ستة اللي هو حمدي فتحي مثلا، وبيلعب السولية ويلعب عبد الله. ده صح. اللي كان شغال عليه في الماتشات بتاعت ليبيا. هو في مباراة واحدة اللي غير طريقة اللعب في الدقيقة 23 تحديدا، في مباراة تقريبا الجابون تقريبا، او مباراة مش فاكر مباراة ايه تحديدا، خلى عبد الله هو اللي يلعب 10، خلى عبد الله هو اللي يلعب 10 ولعب باثنين ساعتها. انا مش فاكر مباراه ايه تحديدا، بس هو ما بيغيرهاش كتير، بدليل ان هو في مباريات البطوله العربيه حتى مع منتخب السودان، مع احترامي لمنتخب السودان ومطرود منهم اثنين، حتى ما جازفش في التلت الاخير في التلت الهجومي. يعني حتى تغييرات كان تغيير بتغيير. انما لما تيجي تقول لي هو هيلعب عبد الله ايه، لا هو هيلعب عبد الله ناحيه الشمال، وهيلعب النني، وهيلعب حمدي فتحي. من دلوقتي بقول لك مين هيلعب. حمدي فتحي هو في اللي الستة. هو اللي هيلعب ستة. الماتش الاولاني في غياب عمرو في غياب والنني السولية. والنني وعبد الله السعيد. لا اختلف مع حضرتك، لان هو في الحته اليمين دي ما بيغيرهاش. اللي هي ايه؟ حلو، يبقى زيزو هيروح فين؟ في اليمين. في اليمين في الثلاثه، في الثمانيه، في الثمانيه اللي على اليمين. ماشي، ما عنديش مشكله. وعلى الشمال مين؟ ده بالعكس، ده زيزو. زيزو يبقى هو كده افضل. يبقى هو لاعب النني ولاعب حمدي فتحي ولاعب زيزو، ما عنديش مشكله. ثلاثة في نص الملعب ده. يعني احنا هنا اختلفنا انا وانت. انا بقول ان هو هيلعب بالنني حمدي واحد منهم، وزيزو وعبد الله. ما اعتقدش مع المنتخب النيجيري يقدر يلعب كده. اللي خلانا بقول لك مع السودان ما عملش كده، ومطرود منهم اثنين. المنتخب النيجيري خلي بالك البدايه دايما في البطولات دي. انت حضرتك عايز تقول انه هيلعب بالنني وحمدي وزيزو. دول الثلاثه، النني وحمدي وزيزو، والاربعه اللي ورا محفوظين. والاربعه اللي ورا أكرم فتوح، الونش، حجازي. والتلاتة اللي قدام برضه نفس الشيء. مين بقى؟ محمد صلاح ومصطفى محمد. وهيبقى الحالة بتاعة تريزيجيه هي اللي تحدد. حالة تريزيجيه لو فورمة تريزيجيه وكويس ممكن يلعب 70 دقيقة، ممكن يبدأ بيه. لو ما كانش يبقى عمر مرموش. يعني الأجهز فيهم من الناحية دي هو اللي هيلعب ناحية الشمال. رأيك إيه في مرموش يا كابتن؟ لا لعيب كويس، وإحنا كنا متابعينه على فكرة، وكان محطوط من ضمن الأسماء، خلي بالك، يعني كان محطوط من ضمن الأسماء اللي احنا كنا بنختارها ال 40 اسم وال 50 اسم. ولكن عمر في الفتره بتاعتنا احنا كان النادي اللي كان فيه قبل النادي ده، كان النادي اللي كان فيه كان بيلعب 5 دقايق 10 دقايق، ما كانش بيلعب باستمرار. انتوا كنتوا بتخافوا تدوا فرص؟ لمين؟
يعني اي وجوه جديده خالص خالص. انت كانش عندك ما كانش عندك الامكانيه او المساحه ان انت تدي فرص لحد. بدليل هو المنتخب اللي موجود دلوقتي هو المنتخب بتاعنا باستثناء مرموش لا مرموش طبعا انا بتكلم على الموجودين باستثناء طارق حامد وقفشه. هو المنتخب هو قوام المنتخب موجود. خلي بالك من الصعب انك تعرف تعمل لعيب عنده المقاومات والقدرات ان هو انت هتحسها في البطوله مع المباريات الثقيله هتحسها هتقول ايه ده طارق حامد لا ده انا كنت محتاج قفشه في يعني بس انت عشان الراجل ما بيلعبش بعشرة فمش هتبان قوي ان هو دي يعني عنده عبد الله السعيد هو اللي ممكن يلعب عنده عمر مرموش عنده رمضان كمان ممكن يلعبها بس هي دي مش طريقه لعبه يعني دي مش طريقه لعبه ان هو يلعب بالطريقه دي عايز يلعب دايما 4-3 مركز حراسه المرمى مركز امن في المنتخب يا كابتن طبعا عندنا حراس دلوقتي كلهم بصراحه على مستوى عالي يعني الشناوي بتتكلم جبل بتتكلم حتى صبحي حتى جاد يعني وانت مدرب عام المنتخب ما يلقكش اي حد يجي له شد اي حد مجهد اي حد لا خالص المسافات قريبه انا اللي يقلقني في اصابه ناس معينه زي مين في المنتخب يعني زي مين طبعا زي صلاح طبعا زي مصطفى محمد زي عبد الله السعيد زي السوليه عبد الله السعيد طبعا عبد الله خلي بالك عبد الله لعيب مهم جدا 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 لو بصيت للمنتخب كله هتلاقي الوحيد اللي بيعمل الكرات الثابته بشكل كبير جدا يعني عبد الله الوحيد اللي بيعمل حلقه الوصل لا هو ما فيش حاجه اسمها افضل من افضل هو في حاجه اسمها ده عنده قدرات ايه وده عنده قدرات ايه يعني الاثنين بيلعبوا في مكان واحد يعني بيخرموا حلو الاثنين بيلعبوا 10 بس مختلفين يا كابسيف قفشه بيحب الاستحواذ ويحب يستلم ويحب يعمل سروهات عبد الله بيحب يجيب جول عبد الله بيحب يكمل عبد الله بيحب الفاولات كلها كرات الثابته بتبقى فيها خطوره كبيره جدا يعني انت مع الراجل في اختيار عبد الله طبعا انا مع الراجل وكنت نفسي قفشه يبقى موجود نفسي طارق حامد يبقى موجود هو ده المنتخب هو ده المنتخب هل مرموش انت حضرتك قلت دلوقتي ان لو تريزيجيه جاهز يلعب مرموش يلعب على رمضان عادي يلعب على رمضان يلعب على رمضان عارف ليه لان رمضان انت بتبقى محتاجه في وقت من الاوقات واحد ضد واحد يعدي بقوته وسرعته دي ما بتبقاش موجوده في بدايه المباراه دايما عمر عنده ميزه انه بيخش جوه فبيزحم الدنيا كمان فبيبقاش في مساحات ممكن ده حتى الجون اللي جابه لو تفتكر هو دخل من جوه انما رمضان دايما بيبقى حابب متطرف عشان واحد ضد واحد يقدر يعدي ويعمل لك